حياكم من سمك العاصمة. عندنا توصيل مجاني وين ما كنت، كل شيء عندنا. الحمد لله هاي المهنة توارثنا من يدي عقب أبويا وعقب أنا طلعت الحمد لله، فإن شاء الله أن هالشيء بيكون مستمر حتى في الأجيال القادمة، أن يتعلمون على أنواع الأسماك، طرق الصيد، وايد أمور شغلات حلوة فيها. هذا تقريبا الحين طالعين بالسنارة الجيل الجديد، لكن قبل بالخيط عندكم بالقراقير وبالألياق تقريبا صيد هيالي، وايد شغلات حلوة. يعني طبعا نحضر أغراضنا ونجهز الثلج والعمال يكونون جاهزين ونحن معاهم بشكل عام، فنحرك تقريبا من الساعة 4 الفجر. انتم يومين في البحر عساسا نجيب الخير معانا وننزل على الطاوله عنا نحن. يعني اغلب الاسماك اللي نجيبها تكون حيه ولله الحمد، عندكم من الجنعد، من الهوامير، من الجش، وايد امور، وايد شغلات حلوه. خمستاشر سنه في المبيعات الاسماك، كنا في السوق القديم وحاليا جينا السوق الجديد. السوق ما شاء الله عليه يعني مرتب، سوق تكييفات كامل، سوق في نظام للحريق والاسماك واي حاجه ممكن تحصل واي مشاكل، السوق جاهز في اي وقت انه يكون واقف قدام اي مشكله ممكن تحصل. ما شاء الله عليهم، يعني الكاستمر اللي بيجي النهارده ومن اول ما السوق فتح ده لاول مره احنا بنشوفه، ما كانوش بيجوا قبل كده. ऐसे इधर का आदमी लोग को अरबी लोग को इधर से इधर का मच्छी मत बोलते अबू धाबी का मच्छी बोलते बोलते फ्रेश फ्रेश मिलते और डेली सुबह आते जिंदा वाला आते और बाहर कंट्री से आते एक दिन बाद दो दिन बाद ऐसे ऐसे आते इसके लिए طبعاً بحرنا ودولتنا عندنا أنواع من السمك كثيرة ومتعددة وأنواع وأشكال. عندنا من الجنعد، من الهوامير، يعني أصناف وأشكال بشكل ما تتصورون. فالحمد لله يعني كل مستهلك يحتاجه موجود عندنا، متوفر عندنا.